هذا المشروع فوق رؤوس الناس وفوق رؤوس مدارسنا وفوق صحة أهلنا ما رح يقطع. قبل سنوات لم تكن أعمدة التوتر العالي هذه لتمرر تيارا كهربائيا بوجود التيار الوطني الحر. كان نواب التيار يعترضون على وجودها ويحذرون دائما من مضارها الصحية. اليوم يحاول العونيون إقناعنا بالعكس، فقط لأن جبران باسيل هو وزير الطاقة والمياه اليوم، وفقط لأن خطته للكهرباء لن يكتب لها النجاح إذا لم يمر التيار الكهربائي بهذه الأعمدة. في عندك خطوط نقل بدها تتطور، وفي عندك خط نقل المنصورية بده ينحسم موضوعه، لأنه أي طاقة زيادة على الشبكة إذا ما انتهيت من إنشاء خط المنصورية ما في مجال تجي تحولها للمواطن تتوصل للمستهلك النهائي. وبناء على دراسات ووضعت بتصرف كل المواطنين وكل المسؤولين وأثبتت هالدراسات والأرقام الموجودة فيها أنه ما بيشكل خطر، لأنه المعيار اللي معتمدته EDF كهرباء فرنسا أنه فوق 100 ميكرو تسلا بيشكل خطر على صحة الإنسان. هلأ بالدراسات اللي طلعت أقرب نقطة بيشكلها بخط المنصورية على أي إنسان بيتعرض ل 2.2 ميكرو تسلا. خطة شاملة للكهرباء حولت جبران باسيل من مجرد وزير للطاقة والمياه إلى المخلص. خطة شاملة تكلف 5 مليارات دولار، مرحلتها الأولى تكلف 1.2 مليار دولار. تطلع بالمليار و200 مليون كيف موزعين، وهذا مهم. أول قسم 850 مليون دولار لبناء معامل 700 ميجا. طيب هاي العراق عم يبني 700 ميجا ب 500 مليون دولار، ليش لبنان بده يدفع 850؟ حطوا البلد كله بجو استعجال، مستعجلين، ما بنقدر نخسر ولا ساعة ولا دقيقة. طيب نطلع بالمشروع، في 50 مليون دولار دراسات. طيب 50 مليون دولار دراسات بدك سنتين لتخلصهم، لكن وين هالاستعجال هذا؟ إذا بتطلع بالخطة تبع وزير باسيل فيها شغلة حلوة، أنا هيدي اللي بشوفها جديدة، الباقي منه كتير جديد، هو حطتهم كلهم حط بعض مع بعضه. ومثل واحد تعرف إذا بتطفي نار كبيرة فيك تفضي 20 ستر، إذا بتجيب دلو ما بتطفي النار، ولكن إذا بتفضي 4 ستر بفرد ضرب بتطفي النار. نوعد اللبنانيين بعد 5 سنين من خطة الوزير باسيل بكهرباء 24/24؟ حقيقة الوزير باسيل ما وعد بشيء إلا ما وفي فيه. لحد هلا ما خاب ظن اللبناني من وعوده للوزير، وما بعتقد رح يخيب. بدي اقوله انه هالوضع القانوني هيدا وكل هالخطه انشغلوا بروحيه توافقيه، عشان هيك